العزيز مينا ماهر، ونتكلم بقى طبعا عن التدريبات اللي بيواصلها الفريق الاول دلوقتي في ملعب التتش. خلينا نرحب بيك في الاول يا مينا، صباح الخير عليك. صباح الخير يا نوان، صباح الخير يا كريم، صباح الخير على كل مشاهدي ومتابعي قناه النادي الاهلي في كل مكان. يوم جديد و10 الصبح في الاهلي ومن مقر النادي الاهلي بالجزيره وبالتحديد ملعب مختار التتش وتدريبات الفريق الاول لكره القدم بالنادي الاهلي. يمكن بعد مباراه امس واداء اكثر من رائع لفريق النادي الاهلي امام فريق الانتاج الحربي اللي قدر يتفوق فيه النادي الاهلي بنتيجه 4 أهداف مقابل هدف، قرر كوتش بيتسو موسيماني انه يكون في تدريب النهارده صباحي للفريق. يمكن هيكون في تدريب استشفائي ليه جميع اللاعبين المشاركين في المباراه، ولكن اللاعبين اللي ما شاركوش في المباراه يكون في تقسيمه خفيفه وتدريبات ايضا. يمكن كل الكلام ده عشان كان في تصريح كمان لكابتن كوتش بيتسو موسيماني انه هيكون الفتره الجايه بيرفع البدني ويرفع الفتنس لجميع اللاعبين قبل بطوله العالم للانديه، وكمان عشان في عندنا ضغط مباريات كتير جدا الفتره دي، فلازم يكون يركز تركيز قوي جدا على الفتنس. وايضا كان بيتكلم معاهم في المحاضره الفنيه قبل التدريب، يمكن التدريب بدا حالا وانا بتكلم معاكم، كان في محاضره فنيه بيتكلم فيها عن الاخطاء في التمرير، كان في بعض الاخطاء البسيطه في الثلث الاخير من الملعب وايضا في وسط الملعب في مباراه امس، ولكن هو دايما بيتكلم عن الاخطاء دي بعد كل مباراه، بيقعد يتكلم مع كل لعيب في كل تمريره ممكن يكون كانت غلط. يمكن كمان كان بيقول ان فريق النادي الاهلي كان قوي دفاعيا في مباراه امس، هيكون كمان في تركيز قوي على الضربات الثابته الفتره الجايه. يمكن هو بيقول ان جميع الفرق المنافسه لفريق النادي الاهلي بيتفرجوا وبيذاكروا كويس جدا النادي الاهلي، ده بيخليه يلعب بفورميشن او تكتيك مختلفه كل مباراه عن الثانيه، وكل مباراه ليها ظروفها الخاصه. كمان عندنا يعني الفتره الجايه ضغط كبير جدا في المباريات، عندنا مباراه البنك الاهلي يوم الحد القادم في الجولة الثامنة من بطولة الدوري الممتاز، وعندنا بعدها يكون في مباراة المقاولون العرب، وبعدها يكون في مباراة بيراميدز، وبعدها إن شاء الله يكون بنجهز سفر الفريق للمشاركة في بطولة العالم للأندية. كل التوفيق للنادي الأهلي إن شاء الله، حلم كبير بطولة العالم للأندية، لكل جماهير النادي الأهلي إن شاء الله كل التوفيق وكل الدعم للجهاز الفني والإداري واللاعبين. أنا هنا بمقر النادي الأهلي في ملعب مختار تتش، في أي أسئلة أو استفسارات أنا معاكم. يعني مين، انا كنت طبعا في الاول اكيد بشكرك، بس كنت حابه كده يعني ما فيش اي لاعب تقدر تاخد منه كلمه كده؟ يعني انا عارفه ان التمرين بتاعهم المفروض يبتدي الساعه 11 وهيقعدوا لغايه تقريبا 12 وشويه، فتقدرش كده تجيب اي لاعب؟ هيبقى صعب. هو الفكره ان دلوقتي يعني احنا موعد البرنامج مع موعد التدريب، يمكن زميلي عويضه لو جاب التدريب معاكم هتشوفوا ان الفرقه بدات بالفعل التدريبات، ولكن لو يعني في وقت، انه ما اظنش هيبقى في وقت بعد البرنامج انه نعمل لقاء مع اللاعبين. طبعا الماتش امبارح امينه كان ماتش يعني فيه مجهود، واكيد اللعيبه بذلوا مجهود ضخم جدا. يعني خليني برضو اعرف منك او نعرف الناس برضو اللعيبه جايه التركيز قد ايه، يعني عرفنا كده برضو الكواليس دي. هو بالنسبه لمباراه امس، عاده بعد كل مباراه بيكون في تدريب، التدريب اللي بيبقى عقب المباراه بيكون تدريب استشفائي للاعبين المشاركين. طبعا اللعيبه بيجوا التدريب كله حماس، مركزين في كل مباراه. يمكن كابتن سيد عبد الحفيظ امبارح كان بيتكلم ان احنا مركزين في مباراه البنك الاهلي، وبعد كده نقدر نركز في مباراه المقاولون، وبعد كده بيراميدز، كل مباراه ليها تركيز خاص. اللعيبه بتيجي حماس على مدار التمرين، مفيش يعني استهتار ولا تهاون باي وقت طول التدريبات. يمكن زي ما احنا شايفين امامنا تدريبات النادي الاهلي يمكن في بدايه التدريبات. هل كان في تعليق مثلا على الماتش امبارح ما بين اللعيبه وبعض سمعتها؟ فكره كمان امبارح التالق اللي كان فيه وليد سليمان والهدفين اللي احرزهم، هل كان في مثلا كلام زي كده؟ هو عادة لعيبة النادي الأهلي دايما بيشجعوا بعض، دايما لو في لقطات إيجابية دايما بيتكلموا عنها، ولكن الأهم والتركيز كمان بيبقى على الأخطاء. يمكن كل لعيب بيبقى قلبهم على قلب بعض، بيتكلموا دايما معاهم على الأخطاء، التمريرات إذا كان في تمريرات في بداية المباراة أو في الشوط الأول كان خطأ، إزاي نتجنبها الفترة الجاية. يمكن زي ما كنا بنقول كأس العالم للأندية بنجهز له كمان من دلوقتي، مفيش أي يعني تهاون في أي فرصة، يمكن كل فرصة نحتاج نستغلها، فده دايما بيبقى الكلام ما بين اللاعبين انه لازم نستغل كل الفرص، لازم التمريره تبقى دقيقه وصحيحه بنسبه 100%.
كلام مظبوط جدا، ويمكن ده اللي كابتن موسيماني امبارح تحدث بشانه في المؤتمر الصحفي. هو قال في بعض التمريرات اللي كانت خاطئه، البعض منها كمان كان يعني على مسافات عاليه جدا او طويله، فهو يمكن فعلا ذكر الموضوع ده. على كل حال بنشكرك جدا زميلنا العزيز والشاطر والمتالق مينا ماهر، شكرا ليك.